دائما تقومين بشطب فقرات إنزين لا أعتقد أنها خارجة عن إطار الاحترام ولا أعتقد بأنها خارجة عن فقط نطاق تحدد الآداب. الله يحفظك اللي ما لا لا أنا لأن هذه المسألة تتكرر معي أنا دائما شخصيا ومن قبلك أنت. لعلمك لم يتم شطب أي شيء خارج ما كانت ما كان لا 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 في شطب في شطب الشطب تفضل ثابت تفضل الشطب تفضل ثابت أذكر ذلك. زين أنا ذكرت عبارة وأنت للتو تكلمتي عن يوم الضمير العالمي أو ما إلى ذلك. أنا اللي تكلمت عنه في عبارة أنت شطبتيها كانت كالتالي: يمس راحة الناس فاصلة أخواني أخاطب ضمائركم. هذه العبارة شطبت بتعليمات من معاليك. خلينا نتأكد لأن ليس هناك أي شطب من الجلسة. الصفحة رقم 50 السطر الثالث قبل الأخير بعد كلمة جيوب الناس، هذه الكلمة شطبت أو العبارة أو الفقرة: معالي الرئيسة إذا كان هناك كلمات تخرج من فمي مخالفة للآداب أرجو تنبيهي في نفس اللحظة، لا أن تشطب فقرات وعبارات من المضبطة. طيب شكرا جزيلا على هذا الإيضاح وهذا الكلام. أؤكد لكم ولمجلسكم الموقر بأن مضبطة الجلسة السابقة لم يشطب منه أي حرف